للبهجة عنوان وموعد في الكورنيش الجنوبي بجازان، حيث تنطلق أولى جولات الكرنفال السعودي والذي له نصيب الأسد في دهشة الزوار وحضورهم بكامل حفاوتهم، إذ أنهم موعودين بفعاليات مميزة وسط أجواء ساحلية خلابة. أنا من الطائف، بس بصراحة جينا هنا ومع الأجواء الطيبة هذه وانطباعي بصراحة انطباع لا يوصف. أولاً أهلها الله يعطيهم العافية، ما قصروا معانا، استقبالهم بالابتسامة والعين والرأس. ثانياً بصراحة انطباعي على السيرك شيء روعة، وأتمنى جميع الناس أنهم يكونوا متواجدين ويحسون بالفرحة اللي احنا حاسين فيها. مهرجان جيزان هذه المرة غير، يعني بصراحة في فعالياته وفي تنظيمه يعني ما حد يتوقع جيزان بالشكل هذا بصراحة، في الفعاليات في التنظيم في السيرك الآن موجود. يعني أنا ما سمعت، بس بخش إن شاء الله الآن الساعة 10 في فعاليات موجودة، بخش السيرك من برضو من دول أوروبية على ما سمعت عنه، لكن ما خش، لكن فعاليات وتنظيم غير جيزان، يعني ما حد يصدق جيزان بالشكل هذا. من هنا بدأت وإلى مدن أخرى تستمر جولات الكرنفال السعودي التي تتضمن عروض السيرك ولوحات فنية بأفكار متجددة وألعاب تنافسية موجهة لكافة الأعمار، مما يترك جانبا مشرقا عن صناعة الترفيه في المملكة. في جازان تقريبا يعني قاعدين نشوف شيء مختلف وجديد في جازان، إضافة إلى الكرنفال السعودي يعتبر هذه أول خطواته بداية من جازان، وبعدها حينتقل لسبع مدن حول المملكة. آمل أن كنا ضيوف جميلين في جازان وتشرفنا بأهالي جازان وإسعادهم في هذا الكرنفال الجميل. هنا الكرنفال السعودي ضمن الكرنفال السعودي 13 دولة مشاركة هنا. طبعاً زي ما تشوف الزوار علينا إقبال، الناس كلها مبسوطة الحمد لله، والتنظيم ماشي أحسن صورة. تجربة ترفيهية يحتار معها الأهالي والزوار إلى أي اتجاهات المهرجان الشتوي يتجهون، فكل الطرق تؤدي إلى أماكن عامرة بالناس والخدمات المتكاملة. إنها دعوة جماعية للاستمتاع بهواء البحر ومشاركة الجميع هذا الجو الكرنفالي المميز. للإخبارية ريهام أحمد، جازان.